حاليا المدرب خلال جولتين اعطانا انطباع واحد، انطباع التنظيم الدفاعي كفريق، لكن الشق الهجومي هذا اللي ياكد على كلام كابتن بسام، احنا لم تكن لنا اي خطوره تكتيكيه، اجتهادات شخصيه من لاعب عمليه تسديد، لكن كلعب جماعي مثل ما تفضل كابتن بسام، اليوم عندنا مشكله المنتخب العراقي يقول عندنا بالمنهجيه في الشق الهجومي، هذا واضح عند المنتخب العراقي. نعم. وبوجهه نظري ان هذه المباراه الاثنين كانوا راضين بالتعادل بعد الطرد، يعني احنا بالنسبه لنا ما قبل الطرد لو ما كان في طرد اعتقد انا بوجهه نظري كنا راح نواجه مشاكل، لان المنتخب العراقي جاي يبحث عن ثلاث نقاط خارج ارضه وعنده مقومات النجاح. نعم. واحنا كنا ننتظر لما يتكلم الكابتن بسام بيقول ان احنا اليوم عندنا مشكله حتى بالكرات المباشره، ما في يعني المنتخب الكويتي لم يبادر لا امام المنتخب الاردني ولا امام المنتخب العراقي عشان لا يفتح المسافه، وميزه المنتخب العراقي في الكرات المباشره عن طريق الاطراف وثم الدخول الى العمق وعمليه تسجيل الاهداف او صناعه الاهداف، فاعتقد ان هذا المدرب يحسب له التنظيم الدفاعي. طيب. مثل ما كان عنده الهدوء امام المنتخب الاردني حافظ عليه، لان الفريقين او المنتخبين الاردني الشقيق والعراقي الشقيق يتفوق علينا بجوده لاعبينا وبتصنيفه واعتقد بالاستقرار، فاحنا بالنسبه لنا عندنا كل الرضا في هذه المباراتين بالنقطتين، يحاسب او ممكن احنا نعول على ما يفكر المدرب الجولتين. طيب. القادمتين في الشهر ان شاء الله القادم.